خالد البذالي موظف أمن وسلامة بوزارة المواصلات، حول راح تكون حديثنا حول أسباب الاحتجاج في من موظفي الأمن والسلامة بوزارة المواصلات. مساك الله بالخير أخوي خالد. مساك الله بالنور أخوي أبو أحمد، ومسي عليك وعلى المشاهدين كلهم بالخير. الله يسلمك، يعطيكم العافية على المتابعة لأكثر من جيدة ورائعة. لا احنا نتشرف بهذا التواصل معك أخوي خالد. شنو قصة الاعتصام والأسباب؟ يعني هل قضية البدل ولا 12 ساعة؟ نعرف بالضبط شنو الأسباب. والله شوف أخوي أبو أحمد، نعم. أخوي أبو أحمد، هو أولا مبدأنا هو إن شاء الله أنه ما في اعتصام عندنا. نعم. هو احتجاج. احتجاج. احتجاج أن احنا اللي محتجين عليه بخصوص البدل النوبة وبدل الطعام. عرفت شلون؟ نعم. البدل هذا انصرف لنا يعني تقريبا من سنة 2012 تقريبا. 2012 تقريبا، ما يعادل انصرف لغاية سنة ونص أو سنتين إلا تقريبا. يعني هسه هالمدة هذه يعني أقل واحد فينا تدري كم ياخذ؟ نعم. يعني ما يقل عن 200 دينار. ممتاز. أنا لما الحين أنت الحين أعطيتني هالعلاوة هذه اللي هي بدل نوبة وبدل طعام. ممتاز. وهتني ونزلت لي بالتقرير الراتب ورحت خليتني اروح اقترض فيها وخليتني ولا اروح في ناس يعني خليت عليها غرض راحت كملت بنيان بيوت. صحيح. عرفت شلون؟ فانت الحين لما اعطيتني اياها على ما مثل ما قلت لك على سنه ونص او سنتين الا بعدين تروح تقصها عني تقول لي والله في عندي عجز او عندي في ناس ما تستحق. طالما انت تدري في ناس ما تستحق، الناس اللي ما تستحق لا تصرف لها اياه، لا تصرف. هذا اللي طلبنا فيه يا اخي. الناس اللي ما عندك كشوفات وعندك وعارفين كل شيء حلو، اللي هو كان يعني مبدئيا اللي قبل العلاوه. انا متوظف يعني صراحه صار لي 5 سنين قبل العلاوه، يعني ما كنا نستلم علاوه، يعني كان عددنا ما يقارب 270 او 280 موظف. انصرفت هالعلاوة وزاد عددنا يعني صراحة، يعني حتى وصلت دش وهذا كل الناس تقلب بسرعة، صار فيها حسد شوي. حلو. انت الحين لما توسطون حق الناس وتدخلونهم ويانا وبعدين احنا اللي ننضر، عرفت شلون؟ حلو. عرفت شلون اخوي ابو احمد؟ وياك اخوي خالد. اي وبالش اسمه. والنقطة الثانية اللي نبي نوضحها لك اكثر، ترى مو بس احنا يعني مو بس اللي بدلاتنا بدل النوبه ولا الطعام، ترى حتى الموظفين الثاني البدل شاشه والبدلات بدل موقع، يعني كذا يعني كذا كذا بدلات الوزاره موقفه. ها تحكي عن وزاره المواصلات كل البدلات موقفه. شو القصد انه يوقفون كل البدلات؟ يعني على الكل وقفوها؟ هي وقفوا ان في ناس ما تستحق. زين اللي ما يستحق لا تعطي. لا تعطي، ليش انت تضرني؟ يعني نقدر نقول ان بدل البدلات وقفوها نهائيا. اي بس اليوم يعني الحمد لله اليوم بفضل الله عز وجل ان حصلت مبادره طيبه من منو؟ الوكيل الوزاره. اي حلو. حميد القطان. إيه؟ مبادره طيبه صراحه، يعني انا شخصيا كلمته صراحه ابو ثامر ما قصر. قلنا الموضوع حل المشكلة؟ حل المشكلة وما قصر وبيض الله وجهه. هذا أنا قاعد أتكلم من قناتك ووجه له ألف رسالة يعني وألف شكر ورسالة حل. من قناة يا أخوي أبو أحمد الحمد لله. هم بعد وكيلة الوزارة المساعدة للقطاع الشؤون الإدارية والقانونية بوسينة إبراهيم السبيعي، والنعم فيها. هم بعد ما قصرت وبيض الله وجهها ومشكورين ويعطيهم ألف عافية. يعني بادروا الحمد لله. يعني حصلنا منهم مبادرة طيبة، وهذا اللي نبي دائما نقول التعاون المسؤول والموظفين تحل مشاكلنا بكل هدوء. مو هذا أخوي أبو أحمد، إحنا لما نروح نحتج إحنا إن شاء الله ما نعتصم، هذه دواماتنا. هذه يعني إحنا نعم. خلاص يعني هذا عملي، أنا قاعد أخذ راتبي. يعني أنا قاعد أكلمك موظف ترى بسيط قاعد أستلم 713 دينار، شو توكلني 713 دينار الحين كل شيء غالي؟ يقولون ما في كويت، ما يقولون ما في كويتين 700 دينار. انا مستعد اجيب لك باكر تقرير واحطه على قناتي تقرير راتب. انا اتشرف يا اخوي خالد. 713 دينار وقصد البنك عندي وعندي تكفى. لا تقول لي ب 200 خدامه وعندي تلفونات. شو يوفي؟ صدق اني قاعد ادفع فوق راتبي. خالد تيجي تشتغل عندنا خالد.
اتشرف والله اتشرف والله يا خالد. اذا 700 بدعت الخدامه والسياره وكم اجار انت قاعد عند الوالد ولا برا؟ والله انا الصراحه قاعد عند الوالد، بس الناس اللي متضرره اللي مو قاعدين ببيت اهلهم. اقول خالد خل تدفع اجارات 350 و400 صاد. اقول خالد خليك عند الوالد، لا تطلع من الشقه. ها وين اطلع؟ قسم بالله اذا طلعت راح اضيع. والله تبي نصيحه مني يا خالد؟ لا تطلع، اقعد بالبيت يا خالد. اي والله عرفت اخوي يا بعد قلبي. احنا ندش بموضوعنا اللي ولها طبعا. نعم. الحمد لله ان انتهى. اي وحتى وضحنا على 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 طالما انتم راح يعني راح نمشي لكم على وقتكم، راح يكون دوامكم ان شاء الله يعني كالتالي، يعني راح انت تداوم اللي طبعا خصصوا حتى العلاوه صار فيها ممتاز يعني تخصص خالد يعني اساس مثل الدرجه الرابعه. اي عرفت يعني من الخامسه للثامنه هذا يستلم مناوبه 12 ساعه. الحمد لله. عرفت شلون؟ اي واللي من الرابعه من تحت يداومون على المناوبه بس ما يمشي لهم بدل طعام. ماشي خالد، شاكر لك على اساس تجاوزت الوقت وشاكر لك، واهم شيء ان مشكلتكم خلصت وهذا تلفزيونكم. والله الحمد لله. واللي تبون احنا حاضرين ومشكور. مشكورين وما قصرتوا ويعطيكم الف عافيه. ما قصرت. مشكور لكل المسؤولين في وزاره المواصلات، اكيد عيسى الكندري له دور بعد، ما يصير عيسى بعد ما له دور وزير المواصلات. نشكره ونشكر الاخوان المسؤولين في وزاره المواصلات انهم 200 دينار 100 دينار 700 يعني اعطوهم، والله العظيم يكسرون الخاطر، الله يعينهم. التقرير اللي بعد